Yaşa. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون عنوانه الانجازات بكل المجالات، والابتسامه هي رفيقه دربكم بهالنهار. لكل يلي انضم لنا بمساحتنا الصباحيه، ساعه وربع من الوقت رح نقضيها معكم ونقدم فيها ان شاء الله يا رب معلومه مفيده. اكيد قبل ما نبدا بدي صبح على نرمين. يسعد صباحك نرمين. يسعد صباحك سلمى. كيف الجو معك اليوم؟ اليوم هيك شوي تبرود، يعني ارسلت شوي تبرود اخف بس صار اخف اكثر. تمام، بدي صبح عليكي وعلى جميع مشاهدي الإخبارية السورية ولكل الأشخاص اللي قرروا يبتدئوا صباحهم معنا وحضروا فنجان القهوة. مواضيعنا لليوم متنوعة، رح نحكي فيها عن التشنج العضلي أحد الأمراض الشائعة وخصوصا بفصل الشتاء، وعن تقدير الذات والأشخاص والطاقة السلبية. رح نبدأ لكن بعد الفاصل. نرمي مثل عادة كل يوم بنبدأ صباحنا بنتعرف على معلومات جديدة ممكن نكون عم نتعرف على بعضها للمرة الأولى بتقرير هل تعلم. معلومات كثيرة ممكن تمر بيومنا منحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن مكعبات الثلج بيضاء بسبب بعض الشوائب التي يحويها الماء؟ وهل تعلم وبحسب دراسة أن مراجعة نفسك قبل النوم قد تجعلك أكثر صوباً في قراراتك؟ وهل تعلم أيضاً أن للقطة قدرة فائقة على حفظ توازنها، بحيث عندما تقع من مكان مرتفع تسقط وهي واقفة على أقدامها الأربعة؟ وأخيراً هل تعلم أنه في الأسكيمو يستخدمون الثلاجات لحفظ الطعام من التجمد؟ سلمى، وهلأ صار الوقت لنروح على جولة على آخر الأخبار المنوعة ونعرف شو عم يصير حول العالم بالتقرير التالي. بداية أخبارنا المنوعة لليوم مع دراسة جديدة أثبتت أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون الأسنان، ما يزيد من خطر تعرضهم للأسنان المتشققة والمبقعة عندما يكبرون في السن. ووجدت الدراسة
أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصف ممتلئة بمعجون الأسنان، والاستخدام المكثف للفلورايد عند تشكيل الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان أو الأسنان المبقعة، والمعروف باسم التسمم بالفلورايد السني، وفي الحالات القصوى يمكن أن تصبح الأسنان مغطاة بالمعدن بالكامل. أما خبرنا التالي عن طيور مهاجرة غطت جانبي ممر في طريق سريع قبل أن تحلق ثانية ثم تعود لتغلق الممر مثيرة الذعر في المكان. ختام أخبارنا المنوعة مع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد أن ظهرت فيه شابة أمريكية وهي تتعرض لموقف غريب بسبب البرد الشديد، فمباشرة بعد خروجها تجمد شعر الفتاة الرطب ووقف بشكل عجيب مما أثار موجة ضحك من المحيطين بها. نرمين، وبعد ما شفنا بعض هاي المعلومات الجديدة والأخبار المنوعة رح نروح لكتير من الأحداث يلي سجلت بمثل هاليوم وصارت ذاكرة، بنقلب صفحاتها سوا بهالتقرير. اليوم 3 شباط، هاليوم شهد عبر الزمن والسنين كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1488 المستكشف البرتغالي بارثيميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل لأقصى الكرة الأرضية. بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية عام 1945. بعام 1947 انطلاق إذاعة دمشق السورية الرسمية، وهي ثاني إذاعة تأسست في العالم العربي. من أبرز الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1809 فليكس ماندلسون موسيقي ألماني، ومن أبرز الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1901 فوكوزاو يوكاتشيني كاتب ياباني. بالعام 1975 المطربة المصرية أم كلثوم. هي كانت أبرز الأحداث اللي مرت بهاليوم. 3 شباط، نهاركم سعيد. سلمى، كل يوم معنا شخصية منتعرف عليها، واليوم بشخصيتنا رح نقلب صفحاتها سوا. صوت عربي أصيل لقب بهرم من أهرامات مصر السيدة أم كلثوم ومحطات من حياتها بالتقرير التالي.
الست سيدة الغناء العربي شمس الأصيلة صاحبة العصمة وكوكب الشرق وقيثارة الشرق، فنانة الشعب، أسماء وألقاب كثيرة وصفت بها أم كلثوم. هاجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي، وقلت تقدر في يوم أسلاك. ولد الصوت الأصيل في محافظة الدقهلية عام 1898. كان والدها مؤذن قرية طماي الزهيرة التابعة لمركز ميت غمر المصرية، ذا عصيد سيدة الغناء منذ الصغر، حيث كان لصوتها مصدراً إضافياً لأسرتها، إلا أن البداية الفنية الحقيقية كانت على يد الملحن محمد القصبجي الذي بدأ بإعداد أم كلثوم فنياً ومعنوياً مشكلاً لها الفرقة الموسيقية الخاصة. لمع نجم سيدة الغناء العربي في عام 1928 عندما غنت مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية لتحقق الأسطوانة أعلى مبيعات على الإطلاق. تزوجت من حسن سيد الحنفاوي أحد الأطباء الذين تولوا علاجها، واستمر الزواج حتى وفاتها. كان للسينما وقعها الخاص على مسيرة كوكب الشرق، فكان فيها العديد من المشاركات أبرزها نشيد الأمل عام 1937 ودنانير عام 1939 وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية التي خلدتها. كان لهذا الصوت الذي أصبح جزء من ذاكرة كل مصري دوره في الحرب، حيث نقلت بصوتها حكاية نضال الشعب العربي، وكان لفنها دعماً كبيراً لرسالة بلدها. في 29 من تشرين الأول عام 1956 تحول نشيد والله زمان يا سلاحي الذي غنته بصوتها إلى نشيداً قومياً. مأساة فلسطين تدفع حقنا والحدود، حول لها الألم بارود، حول لها الألم بارود في مدفعك. لم تتمكن من غناء أغنية أوقاتي بتحلو معاك وحياتي بتكمل برضاك، فأثناء البروفات للأغنية وقعت صريعة لمرض التهاب الكلى. سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وكانت قبل سفرها طلبت من الشاعر صلاح جودت أن يكتب أغنية بمناسبة نصر أكتوبر، وبعد عودتها طلبت من الملحن رياض الصنباطي تلحين هذه الأغنية بمناسبة عيد النصر، لكنها توفيت قبل تأديتها. بدأت صحتها تسوء في عام 1971 وانقطعت عن تقديم الحفلات، وكانت أغنية ليلة حب آخر ما غنته، وذلك في 17 من نوفمبر عام 1972. تاريخ فني كتبت نهايته في 3 من شباط عام 1975، وكان لوداع هذا الصوت مشهد مهيب. رحلت الست، ولكن صدى صوتها سيبقى جزءاً من ذاكرة الفن العربي حياً لا يموت.
أما هلأ نرمين صار الوقت لنروح لمساحتنا الطبية لليوم، وكتار مننا بيصير عندهم تشنج مفاجئ بالظهر، وهو عبارة عن تقلص بالعضلات بيسبب صعوبة بالحركة وآلام شديدة. سلمى، لنعرف شو هي التشنجات وكيف فينا نتغلب عليها، معنا لليوم الدكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية والجراحة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم جميعا وصباح المواطنين. صباح الخير دكتور. يعني بالبداية خلينا نحكي عن هذا الشيء اللي هيك بيصير فجأة، شد مثل ما بيقولوا، الواحد بيحس انه صار عنده شد، او مثل ما بيقولوا بالعامية شيء بيشبه اللقطة. يعني ايه الحقيقة يعني هلا هو شائع كمان بهي الاوقات بسبب انه عدت موجة برد شديدة على المنطقة، فبالتالي كثير صرنا نصادف بعياداتنا موضوع التشنج، مو بس بالظهر، بتلاقي بالكتف، بالرقبة، بالرجل، بالفخذ، بالركبة. هلا الحقيقة التشنج هو تقلص عضلي شديد بسبب انه العضلة بتحاول تحد من الحركة. شو بيصير اثناء الحركة؟ نحن بنعرف انه العضلة بتتألف من الياف بروتينية، في نوع من المرونة وتقلص الالياف البروتينية الطويلة والقصيرة بحيث تعطي الحركة للعضلة. هلا هي اثناء الحركه العاديه للعضله بيصير في تمزقات بهي الالياف، حتى تمزقات مع الزمن ممكن تتازمه، فالعضله بتبلش تحد من حركتها لتقدر ترمم هي الالياف بشكل روتيني. هي بتصير عند الكل، اما لما بيصير هالتمزقات بكميه اكبر من قدرتها على الترميم اليومي العادي اثناء الراحه او اثناء النوم، ذاك الوقت بنلاقي فيه تقلص لتحد من حركة المفصل المسؤولة عن حركته هي، بالتالي تعطي لحالها وقت راحة أكثر. هلأ هذا التقلص بشوفه بشكل طبيعي مثلا بعد ما نمارس الرياضة، بنقول صار عندي تقلصات عضلية بسبب أنه عمل جهد مفاجئ. هاي بتلاقي بكون نحن عملنا تمزقات أثناء التمرين، فالعضلة بدها تأخذ وقتها لترمم حالها بشكل دورة روتينية. هلا احيانا بكون هذا التقلص او اللقطه اللي نحن سميناها بكون شكل مرضي. ليش؟ بيكون بسبب في مرض بالمفصل فهي عم تحد من حركه المفصل ليرمم حاله، او بيكون في سبب فيها مرض في العضله نفسها ممكن تتشنج لتقدر ترمم حالها وتعطي لحالها فتره شفاء المناسبه. طيب دكتور خلينا نحكي عن ابرز الاعراض اللي بتكون موجوده، ويا ترى بس نشوف هاي الاعراض معناتها تشنج عضلي بيكون. هلا الحقيقه اول عرض واهم شيء هو تحدد الحركه. يعني من في مثلا ما عم نقدر نفرد ظهرنا، ما عم نقدر نجلس ظهرنا بشكل مريح، او مثلا بدنا وقت شيء ربع ساعه نص ساعه حتى نبلش نقدر نحرك بهاي المنطقه معينه حسب العضله اللي تشنجت، هل هي مسؤوله عن الظهر او الرقبه او المفاصل. يعني احيانا بيكون في تحدد بحركه الكتف او وجع شديد بمنطقه الكتف. هلا هون اذا ما رافقوا هذا الحديث، ما رافقوا اعراض عصبيه مثلا اذا كان تشنج بالظهر، ما رافقوا وجع بالرجل، ما رافقوا خدر وتنميل بالرجل، هون نحن عم نحكي بس على تقلص عضلي. هلا هذا التقلص اذا صار يمنعنا من الحركه، يعني ما عم نقدر نقوم من السرير مثلا، نقلب من جهه لجهه، نتجلس لحتى نقوم من السرير، الموضوع تجاوز موضوع بس تشنج عضلي شديد، صار الموضوع فيه التهاب مفصلي مرافق، او انه مثلا في عندنا تغير بالانسجه الغضروفيه بين الفقرات. طيب دكتور عاده بيكون العلاج المنزلي هو اول علاج بيلجأ له المريض، انه ممكن يعمل مثلا مثل ما بيقولوا يعرضه لشيء ساخن، مثلا شويه كيس مي سخنه او هيك شيء لهي التشنجات. مدى صحه هي العلاجات المنزليه، وامتى انا لازم اتوجه للطبيب فورا، ما اهمل واعتمد على كريم ممكن اجيبه من عند صيدلاني بفك التشنج وخلاص؟ يعني هلا هون الحقيقه بدنا نشرح نحن اليه البرد. طبعا قلنا نحن من اهم الاسباب هو اللي معدت هالفتره هو البرد. البرد او انخفاض حراره الجسم بتجاوب معه الجسم بشكل فيزيولوجي طبيعي عند كل البشر. اول شيء نحن لما بتعرض جسمنا للبرد في اليه معينه للحفاظ على حراره جسمنا ضمن ال 37 لل 33 درجه مئويه. طبعا اول شيء بيصير فينا عندنا تقلص الاوعيه الدمويه، بحيث الدم يدخل من الخارج من سطح الجلد للداخل لنحافظ على درجة حرارته، لأنه انخفاض درجة حرارة الدم بتبعها تغيرات فيزيولوجية بجسم الإنسان. هذا التقلص بيحرم الأنسجة المعرضة من التغذية الدموية الكافية، ومنها العضلات كأنسجة، ومنها المفاصل كأنسجة، ومنها العظم كأنسجة.
وقت بنحرمهم نحن من هي التغذية الدموية الكافية، أول شيء بتنقص تغذيتهم، بنقص العناصر المهمة لتقلصهم وحركتهم، ثاني شيء بتنقص مناعتهم. يعني إذا في عند تلاقي إنه واحد مثلا عنده كسر، عنده التهاب بمنطقة، عنده التهاب روماتيزمي بمفصل، على البرد بصير عنده نوبة جديدة، لأنه ليش؟ نقصت تغذية المنطقة، بالتالي بلشت تنقص مناعتها، وبالتالي بلشت تظهر أعراض جديدة. هون بقى نجي للجواب على السؤال. هلأ نحن إذا كان موضوع برد، تشنج بسبب برد، تشنج بسبب تعب، أول شيء السبب بدنا نحله. إذا برد فنحن نتعرض لتدفئة مناسبة، نحمي حالنا من البرد، اللبس المناسب، الجو المناسب. طبعا الأهم تغيير الحرارة المفاجئ، يعني تطلعي من جو دافي كتير لجو متوسط مثلا، أو من جو بارد جدا تدخلي على جو دافي فجأة، هي كلها بتأثر، لأنه جسم الإنسان تجاوبه مع تغيرات الحرارة بده وقت. لما منعرضه لتغير كتير كبير بفرق درجة الحرارة، فنحن عم نعرض جسمنا لظروف غير مناسبة ما عم يلحق يتكيف معه. تاني شيء بعد ما نجزيل السبب، طبعا إذا سببه تعب أو وضعيات خاطئة، أنه ناخد كمية كافية من الراحة للعضلة ترجع ترمم حالها. تاني شيء إذا نحن الموضوع ما نو خطير بس تشنج عضلي، ممكن ناخد مضادات التهاب لاستيرويدية كمان مشان نخفف الألية الالتهابية اللي حكينا عنها، إنه العضلة ما بتلحق ترمم حالها فصار في ألية التهابية في الموضوع. ممكن ناخد الكريمات، ممكن نعرض المنطقة لتدفئة تدريجية. هون لازم ننبه شغلة، يعني مو نروح من نسخن شغلة كتير ساخنة ومنحطها ما بنستفيد منها، بدنا شغلة متوسطة درجة الحرارة، فاترة من حرارة الجسم حتى ترفع درجة الحرارة بهاي المنطقة بشكل تدريجي، ما نعرض هاي المنطقة مرة تانية يا برد شديد يا حرارة شديدة. تمام. دكتور بدنا نسألك كمان عن موضوع شائع، هو اللزقات الموجودة بالصيدلية، في لزقات باردة يمكن ولزقات ساخنة، كمان بدنا نسأل عن موضوع دائما يعني يا بيقولوا حط كمادات باردة أو كمادات ساخنة أو خط حمام ساخن، فشو هي أو ليش دائما يعني هدول الموضوع بيكون دائما دارج بموضوع التشنج العضلي؟ هلا نحن لحتى أقرب الموضوع للمواطن، نحن كلياتنا بنشوف في المباريات لما بتعرض اللاعب لشد عضلي أو لرد على المفصل على العضلة، ما بيركضوا شايلين كيس مي سخنة معهم لعنده، لا بياخذوا كيس ثلج. فإذا الرد الحاد أو الإصابة الحادة أو الوزمة الحادة بسبب الرد، نحن بناخذ لها مراهم باردة منشان نخفف من تدفق الدم، لأنه هون صار تدفق الدم هو سبب المشكلة، هو اللي عم يساوي وزمة، هو اللي عم يساوي التهاب. أما العكس، نحن عم نحكي إنه صار عنا برد، نقصت التروية، صار في عنا أذية، صار في تشنج. هون نحن بدنا مراهم ساخنة في حال الآلام المزمنة الشديدة اللي آلام تنكسية آلام، هون نحن كمان بدنا نزيد من درجة التروية لهالمنطقة لتساعد على التغذية وتساعد مناعتها وتساعد ترميمها. هون نستخدم مراهم اللي بتزيد من تدفق الدم، اللي نحن بنسميها المراهم اللي بتعطي حرارة. تحسي أول شيء عطت حرارة، بعدين عطت برودة بسبب فرق درجات الحرارة. كمان دكتور يعني بعض العادات ممكن تؤدي لهذا الشيء، يعني أوقات مثلا بيقولوا أنه كان مدفي حاله بس مجرد طلع لبرا التقط، يعني صار معه أخذ شوية برد من شكلة رقبته تشنج أو شيء، قد ايه مهم يمكن لازم ننتبه على شو بنلبس شو بنساوي؟ هدول هيك عادات بسيطة بس ممكن طبعاً هي تؤدي مع الوقت مع تراكم الوقت لأمراض. ممكن حتى نحن كلياتنا بنعرف انه ننزل على شغلات ممكن بيعرفوها الناس بس ما منتبهين عليها، انه واحد بيطلع من الحمام مثلا على الهواء البارد، حتى بالصيف اذا طلعتي من الحمام تحت المكيف انه ممكن حتى يصير عندنا شلل بالعصب الوجهي اللي بنسميه لقوه. تمام. ليش هذه هون ما مو سببه تشنجي؟ طبعا سبب انه صار في وزمه بالانسجه اللي بيمر فيها العصب. هلا حتى نجاوب على هذا السؤال انه شو الخطه، هون لازم نضل محافظين على درجه حراره جسمنا ضمن رينج معين. يعني كمان مثل ما قلنا ما ندفي حالنا كثير ونطلع على جو بارد، او مثلا يكون برد كثير وندخل على جو دافي بشده. فدائما نصائح الخبراء بهي القصه بتقول انه نحن نلبس طبقه قطنيه تغطي الجسم كله مشان نضل كخط دفاع اخير، وبعدين بنلبس الملابس السميكة والدافية اللي ممكن تعطي حرارة
بشكل أساسي هي اللي ما راح نغيرها من مكان لمكان، وتكون مثلا في تكات صغيرة أو هيك شغلات صغيرة لازم واحد ينتبه لها، إنه تكون الكمام مسكرة مشان ما يدخل برد أو ما يدخل هواء بارد بهاي المنطقة، تكون القبة ضيقة وقريبة على الرقبة مشان تعطي دفع خاص للجسم، الوجه لازم يتغطى بحالات وجود هواء بارد شديد، يعني اللفحة اللي بنستخدمها أو غطى الأدنين أو حتى القبعة، لأنه إحنا هون ما عندنا هاي الثقافة، يعني قليل لتلاقي حدا حاطط لفحة لأنه جو بلادنا ما نو بارد وما نا متعودين على هالجو، عم يصير برودة قوية، فنحن بهاي الموجات عم نلاقي في نسبة أمراض وإصابات كبيرة. طيب دكتور رح نحكي شوي عن مدة الشد العضلي، في يمكن مدة مسموحة أو طبيعية وممكن تتجاوز هاي المدة يمكن لفترة طويلة، وهذا الشيء أكيد بيكون له أعراض أو مرتبط بمرض ثاني، خلينا نحكي عن المدة الطبيعية للشد العضلي. نحن الشد العضلي ممكن يتراوح بين اليومين والأسبوع، هون يعني هذا الشيء الطبيعي حسب نحن شو عالجناه، عطيناه الكمية الكافية من الراحة، شو كان سببه الأصلي. هلا الشد المزمن اذا صار اكثر من 3 اسابيع ونحن ما عم نتحسن، او انه تكررت النوبه خلال شهر 3-4 مرات، فنحن هون بلشنا عم نحكي على في سبب ثاني بدنا ندرسه، هل في مشكله بالمفصل حقيقه، المفصل اللي تحت العضله ونحن ما لنا منتبهين، هل في عندنا مشكله حقيقيه بانه في مرض ثاني ضمن العضله ضمن الجهاز الغدي تبع الجسم عم يساوي لنا تشنجات، عنا فقد عناصر عم يساوي لنا تشنجات، أم هل كان علاجنا خاطئ وتوجيه علاجنا باتجاه خاطئ. هون لازم نراجع الطبيب لحتى يشخص شو هو الحالة الأكثر احتمالا هي سبب التشنج، وتدخل بخطة علاج نحن بنسميها مرسومة. أول شيء ممكن تحتاج علاج فيزيائي ما عاد يكفينا لا المرخي العضلي ولا المضاد التهاب ستيرويدي ولا المراهم ولا اللزقات، هون لازم نعمل علاج فيزيائي نعيد تحريك العضلة لتاخد الرينج أو المدى الفيزيولوجي تبعها بشكل تدريجي. وغالبا يمكن هذا الشيء بنلاقيه مثل ما قال الدكتور يمكن مع اللي بينصاب باللقوة أو بهي خلينا نقول التشنج اللي ما عاد بقى تشنج طبيعي صار مرض قوي، بيضطر انه يعمل علاجات فيزيائيه لفتره طويله ليرجع يسترد الوش حركته الطبيعيه. خلينا نحكي عن العلاج بشكل عام للتشنج العضلي. هلا مثل ما قلنا اول شيء بنزيل السبب، ثاني شيء بنبلش بمرخيات عضليه خفيفه، مرخيات العضلات الملساء ومع مضادات التهاب لاستيرويديه لنخفف من اليه الوزم اللي صارت مع مراهم. طبعا هي بحالات التشنجات المؤلمه، هلا في تشنجات خفيفه تبع انه فقت رقبتي شوي هيك تعبانه ثاني ممكن شويه مرهم مع شويه دفع اثناء النهار تكون راحت القصه، اذا تكررت بنبلش ناخذ العلاج. ثلاثه نوقي حالنا من الاسباب، هي اهم شيء، يعني انا ما كل يوم بدي تعب رقبتي وتعب ظهري وبدي طخي كثير وبدي شيل شيء ثقيل وبالليل اتشنج وارجع تاني يوم الصبح، هون في شيء خطأ، نحن عم نمزق العضلة بشكل متكرر، ممكن ادخل بحالة مزمنة. كتير من خاصة ستات البيوت بيجوا لعنا عندهم آلام تشنجية بالكتفين أو بالعضلة اللي بين الكتف والعمود الفقري، هاي العضلة الجانبية اللي نحن بنسميها والتاب مثلا، إذا تشنجت مدة طويلة مزمنة بتلاقي لا عم تتحسن لا عم مرخيات ليش؟ لأنه أنت بتعطي الدواء من هون هي تاني يوم عم بتقوم على شغلة اليومي اللي هو السبب المشكلة عم تتمزق بزيادة العضلة لتأزمن وتليف وتصير الموضوع صار بده حقن موضعي بده علاج فيزيائي مدة طويلة لحتى نقدر نحافظ على أو نسترد وظيفتها الفيزيولوجية الطبيعية. دكتور مثل ما بنعرف العضلة هي مثل أي عضو بالجسم بحاجة التغذية، فينا نسأل عن موضوعين، هو نقص الماء هل له علاقة بالتشنج العضلي؟ وكمان شو أهم العناصر الغذائية اليوم اللي بتساعدنا بموضوع أو نقصها بسبب التشنج العضلي؟ هلا بدنا ندير بالنا على شغلتين، طبعا التجفاف كتير بيأثر على كل الأنسجة الضامة ولي منها العضلات ومنها الغضاريف ومنها أربطة المفاصل، هذا التشفاف بيؤدي مثل ما بيسموه بالعامة نشفان في الغضروف، فبالتالي هذا ممكن يساوي لك تشنجات عضلية شديدة ليحد حتى من حركة المفاصل، يعني إذا ما أثر على العضلة عم يأثر على غضاريف الديسك أو الغضاريف الركبة. اثنين، أنت العناصر الغذائية اللي بيهمك أكثر شيء هو اللي له علاقة بآلية تقلص العضلات، الكلس، البوتاسيوم والصوديوم. نحن كتير مرضى الضغط اللي بياخذوا أدوية الضغط اللي بتطرح البوتاسيوم تلاقيهم عم يتعرضوا لتقلصات عضلية، ليش؟ لأنه بلش ينقص عنده البوتاسيوم بشكل مزمن.
هون لازم ندير بالنا الناس نسميهم الأصحاء اللي ما عم ياخذوا أدوية، ما عندهم أمراض تانية، لازم يكون غذائهم غني بالمغنيسيوم، غني بالبوتاسيوم، نعتمد الخضران، نبعد عن الأغذية اللي بتزيد الوزن بشكل كبير اللي فيها شحوم ودهون والأغذية السريعة مثل ما بيسموها. أما المرضى اللي عندهم أمراض معينة وبياخذوا أدوية معينة لازم يديروا بالهم، هن هو المشرف الطبي عليهم، إنه هاي العناصر ما بصير تنقص بالجسم، وإذا بلش يصير عنده تقلصات عضلية وتشنجات مزمنة نرجع نراجع أدوية الضغط أي منهم بيأثر أكثر لحتى نقدر نعدل جرعاته ونعدل جرعة البوتاسيوم اللي عنده. تماما دكتور. كمان بعض المعلومات الشائعة اللي بنقراها على الإنترنت اللي صار طبيب مجاني يمكن لكل الناس بهذا الوقت، أنه استخدام الفيتامينات معينة ممكن يخفف من التشنج العضلي، أو نقص فيتامين معين ممكن يؤدي إلى التشنج العضلي. مدى صحة هاي المعلومة وشو هي أنواع الفيتامينات اللي بتأثر على عضلات الجسم؟ هلا الحقيقة لكي نحن في عنا كتير شغلات شائعة وهي مو صحيحة. يعني أنا إذا تشنجت عضلتي ما أنه إذا أخذت بي كومبليكس فهو النتيجة رح تكون ممتازة أو رح يصير عندي شفاء. الفيتامين بي كومبليكس بتداخل مع العصب بشكل أكبر، فبالتالي هو للأمراض، مو حتى ما نكون عم نحكي كلام مو علمي، مو للأمراض العصبية. في حال نقصه ممكن ناخد البي كومبليكس حتى ما يصير عنا التهاب أعصاب بسبب نقص الفيتامين بي 12. طبعا نحن عنا الشائع لا، أي تشنج عضلي، أي وجع ظهر، خد إبر الفيتامين بتتحسن، وهذا ما له علاقة بالطب. هلا مين بتأثر أكثر شيء، أو الفيتامين أشيع نقصه واللي أشيع يساهم بموضوع آلام الظهر وآلام التشنجات العضلية؟ اللي هو الفيتامين دال. فيتامين دال نقصه ونقص الكلس بيساوي أمراض تنكسية بالعظام وبالمفاصل، وبيساهم بأنه يصير عندنا تشنجات عضلية كثيرة. هون هذا لا، لازم ننتبه عليه ولازم نداري ضمن سياق الصحة العامة، مو بس لأنه بيصير معي تشنجات، لأنه نحافظ على الجهاز الهيكلي العظمي والعضلي بحالة صحية مناسبة للحياة اليومية تبعنا. دكتور بدنا نصائح أخيرة منك، مثل ما يمكن نعرف أحيانا نكون ماشيين فجأة ما عاد نقدر نمشي، يمكن بيصير عنا تشنج بنسميه بمنطقة بطة الرجل، يمكن في نصائح بدنا إياها وقائية، ونصائح إذا صار معي تشنج عضلي مفاجئ مثلا وأنا ما كنت مثلا متوفر إني أقدر أسوي كمادات. هلا الحقيقة هلا اللي حكيتي عليه نحن مسميه المعص العضلي أو الكرامب، اللي هو سبب إنه العضلة ما عادت تجيها تغذية قد ما أنت استهلكتيها. هاي كتير شغلة مهمة. هلا إذا بدنا نحكي على الوقاية، أهم شيء إنه ما نعمل لها جهد أكثر ما نحن معودينه، يعني نستريح بمكاننا. طبعا هلا أنتي رح إجباري وقت بتصير معنا رح نوقف، ما عاد فينا نمشي فيها، بدنا نعطيها وقت. هي مؤلمة جدا، رح نعطيها وقت لنمططها بشكل خفيف وتدريجي بحيث يرجع يتدفق الدم فيها شوي شوي، وهي تخف عنا التشنجات، لأنه بتتخف التشنجات فيها بشكل متدرج، ما رح تخف فجأة. فبالتالي بنعطيها وقت ليرجع يتدفق الدم فيها، تاخذ راحتها المناسبة، الحمض اللبن اللي تراكم فيها انه يرجع الدورة الدموية تزيحه بشكل تدريجي، وبالتالي بترجع مثل ما بقولوا تعود للتقلص الطبيعي الغير مؤلم. اما التقلص المؤلم بساعتها بوقتها ما فينا نعمل شيء غير انه نهدي الوقت، نهدي الحركة تبع الرجل حتى تعود الدورة الدموية لها بشكل مناسب. اكيد. يعني ان شاء الله يا رب هيك كل هاي النصائح اللي قدمت لنا اياها يكونوا كل الناس استفادوا منها. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور تامر. تامر شكرا لك. شكرا دكتور، واكيد بنتمنى السلامه لكل المشاهدين. شكرا كثير لك سلمى. وهلا صار مثل كل يوم نحن نتعرف على معلم اثري بسوريا. اليوم رح نتعرف على معلم يحمل بين جدرانه تاريخ عريق، المتحف الوطني وسط العاصمه دمشق. حنتعرف على اقسامه وتاسيسه بتقرير زميلتنا ملك الوكاع. يقع متحف دمشق الوطني عند مدخل بناء دمشق الغربي بين جامعة دمشق وتكية سليمانية إلى جانب جسر الرئيس شارع قصر الحيرة الشرقية. حتى نهاية الحرب العالمية الأولى لم يكن في سوريا أي متحف، وبعد جلاء القوات الاحتلال العثماني عن سوريا تأسس ديوان المعارف
وخصصت له إحدى قاعات مبنى المدرسة العادلية في باب البريد مقابل المدرسة الظهرية، فتكرمت العائلات الكريمة في سوريا بإهداء هذا المتحف مما لديها من آثار وتحف شكلت نواة مجموعات متحف دمشق عام 1920 التي تعاظمت من خلال المكتشفات الأثرية المتلاحقة. أخذ المتحف ينمو رويداً رويداً حتى ضاق به البناء القديم، وشعر الجميع بضرورة بناء مبنى جديد للمتحف ليبنى عليها المتحف الجديد الذي افتتح القسم الأول بتصميم المهندس الفرنسي إيكوشار لعام 1936. تميز مخطط المبنى الجديد للمتحف بقابلية التوسع، وكان في البداية بناء مقتصر على بهو ورواقين وأربع قاعات وجناح للمكاتب وطبقة علوية فيها ثلاث قاعات أخرى. استمر مخطط البناء بالتوسع حتى أخذ شكله الحالي. تألف المتحف من خمسة أقسام أسست على عدة مراحل: قسم آثار العصور وقبل التاريخ عام 1952، وقسم الآثار السورية القديمة، قسم الآثار الكلاسيكية عام 1936، قسم الآثار الإسلامية عام 1950، قسم الفن الحديث عام 1956. والجدير بالذكر أن حديقة المتحف التي تبدو بأثرها بمثابة متحف في الهواء الطلق عرضت فيها مجموعة من التماثيل والأنصاب والأبواب والنوافذ ولوحات فسيفساء وتيجان الأعمدة والتوابيت وعدد من المنحوتات الضخمة الموزعة في الحديقة بين البرود والأشجار. تتميز موادها بقوة مقاومتها للعوامل الطبيعية كمادة البازلت من أجل المحافظة عليها. ويوجد في المتحف أيضاً مكتبة قيمة متخصصة بالكتب الأثرية والتاريخية واستراحة كافيتيريا مخصصة للزوار والسياح. هلأ نرمي صار الوقت لنروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية لليوم مع الفنان السوري العالمي بهجة اسكندر اللي منح أرفع وأعلى وسام استحقاق وزاري يعطى لمدني في بلغاريا. ومنح اسكندر الوسام على هامش معرض أقيم للوحاته في العاصمة البلغارية صوفيا، ضم 45 صورة التقطت في مختلف البقاع البلغارية من مدن وقلاع وأماكن ذات طباع تراثي مجري عبر رحلة استغرقت أكثر من أسبوعين على امتداد آلاف الكيلومترات بمرافقة الدكتور بوتشكوف يوردان الذي حصل بدوره على وسام مماثل بسبب مرافقته الفنان اسكندر. يشار إلى أن الفنان السوري المغترب حاصل على شهادة دبلوم في الهندسة ويمارس مهنة التصوير الضوئي منذ عام 1968، وهو عضو في نادي باروشتاي للتصوير الضوئي واتحاد الفنانين الضوئيين واتحاد الصحفيين المجاريين، وحصل على أكثر من 100 جائزة ووسام، تقديرا منها جائزة مسابقة التصوير الضوئي للمعاهد والجامعات المجارية. خبرنا التالي من موسكو وإلى مهرجان السماء الملونة، وهو مهرجان للطائرات الورقية يقام في حديقة تسارتسينو التاريخية منذ سنة 2003. خلونا نتابع الفيديو سوا.
خبرنا التالي من عالم الفن السابع، حيث تمكن فيلم هوليوود جرين بوك الكتاب الأخضر من الترشح لخمسة جوائز جولدن كلوب والفوز بثلاث منها، وأيضا ترشح لجائزة أوسكار. ويتحدث الفيلم عن سائق أمريكي إيطالي من الطبقة العاملة في نيويورك يصبح بالصدفة سائقا لعازف بيانو أفريقي أمريكي ليرافقه في جولة غنائية إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية خلال ستينيات القرن الماضي. خلونا نتابع مشاهد من الفيلم مع بعض. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You and the Deep South, there's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No problems. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. Interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you break my balls? Because you can do better, Mr. Balalonga. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids? That's like clinging a cowbell at the end of Shostakovich's Seven. And that's good. It's perfect, Toby. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. For your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up. سلمى، جولتنا الثقافية وصلت لنهايتها، رح نتابع لكن بعد هالفاصل. وإلى مساحة جديدة نرمين، رح نحكي عنها. يعرف تطوير الذات والمهارات على أنه من المجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تطوير الوعي والإدراك بالمواهب والإمكانيات الموجودة لدى الفرد من أجل تحسين نمط الحياة ونوعيتها. لنحكي عن هاي الأساليب والطرق معنا الآنسة بهية طحان، مدربة مهارات حياتية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. سعد صباحك وصباح النور. هلا. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلا فيك. خلينا نبدأ نعرف أول شيء المشاهدين عن معنى تطوير الذات وكيف بيتم هالشيء. هلا اول شيء احنا انا بفضل نعرف عن المهاره ونطلع منها لتطوير الذات. تفضل. المهاره هي اي شيء بهاي الحياه انت بتقدر تعمله على اكمل وجه بس بجهد اقل، يعني باتقان عالي وجهد ووقت اقل، لانه المهاره هي فيك تقول المفتاح الاساسي لهاي الحياه، يعني فينا نقول المفتاح السحري. بما انه عم نحكي عن مهاره فاحنا عم نحكي عن شيء اللي احنا بنقدر نستخدمه بهاي الحياه بنقدر نطور فيه. فتطوير الذات ببلش من قاعده اساسيه، يعني انا لازم يكون في عندي بذره لهي المهاره لاقدر اطور فيها لاقدر نميها. بس انا كيف بطور ذاتي؟ بطور ذاتي لما يكون في عندي شيء اسمه وعي وادراك ذات، يعني انا بعرف تماما شو في عندي ملكات لازم بدها تطوير، شو في عندي قصص انا لازم اشتغل عليها اكثر، شو عندي مهارات، لانه الانسان يعني بيولد عنده بذره مهاره، ما بيولد عنده مهاره كامله،
يعني حتى اذا بدنا نيجي لطفل بيكون عنده مثلا لما اذا بتلاحظي بده يبلش يمشي، فهو عنده بالنظر عم بيشوف حدا الكبار عم يمشوا عم بيطلع على هاي الحركه، فبيبلش بصير عنده حب انه يجرب، فبيقوم بيوقف بيسند. هاي ما بقدر بعتبرها انه هاي صار عنده مهاره، بس لما يقوم يقدر يصير يمشي شوي شوي بقدر اقول انه هو بلش عم بيطور. يعني اول شيء يمكن يحبي بعدين يوقف بعدين يسند، فهيك نحن بنطور ذاتنا. طيب خلينا نحكي، يمكن بهي بعض الاشخاص بيكونوا عندهم مهارات كثيره، يعني بيقولوا لك هذا الشخص عنده قدرات كبيره ونقاط قوه كثير بشخصيته، هل هذا الشيء ممكن الشخص يقدر هو يكتشفه، ولا عاده اكتشاف نقاط القوه بتكون من المحيط بالشخص نفسه؟ هلا غالبا الاشخاص ما بيكون، يعني انا ما بيكون عندي قدره واحده، بس هي القصص بتيجي، يعني انا بيكون عندي قدره معينه، في قدره اكبر منا. يعني اذا بدنا نقول الاهالي ممكن تكتشف بابنها اكثر من قدره او اكثر من موهبه، بس بيكون في وحده بتكون طاغيه اكثر من الثانيه، هو هذا اللي احنا بنقوله. يعني لما انا يكون عندي قدره على القراءه، قدره على الرسم، قدره مثلا على الكتابه على الكمبيوتر بشكل سريع، بس في وحده منهم بتكون طاغيه، يعني بتكون اخذه مساحه اكبر، فانا لازم اشتغل على هاي اول شيء. يعني نحن بنمشي عكسيا، نحن بيقولوا انه بنشتغل على الاضعاف، لا، نحن بنشتغل على القدرات اللي عندنا اللي بتكون هي طاغيه، اللي بتكون مساحتها اكبر، بنشتغل عليها ومنطورها لتصير بمربع مهارات اسمها مهاره باللاوعي. نحن عندنا بالمهارات دائما، اذا كان الشخص طفل يافع كبير شو ما كان، في شيء نحن بنقول له لا مهاره لا وعي، وفي شيء عندنا بمربع ثاني اسمه لا مهارة وعي، وفي شيء عنا اسمه مهارة وعي ومهارة لا وعي. يعني إذا بدنا نبسط الأمور أكثر، ممكن أنا ما بعرف سوق سيارة، بس أنا ماني مجربة قبل، يعني ماني سايقة، فما عندي وعي إني أنا ما بمتلك هاي المهارة، فبجرب، لازم يكون عندي جرأة إني أنا جرب، فممكن أنا أعمل حادث، هون صار عندي وعي إني أنا ما بمتلك هاي المهارة. فلحنا هون شو منقول؟ انه انت اعترافك انه انت بحاجة انه انت تطور حالك، اعترافك بانه ما عندك مهارة بهاي القصة، هو اول خطوة لتمتلك هاي المهارة. فانت بتتدرب عليها شوي شوي، بصير عندك مهارة بالوعي. يعني بتعرف انت اللي بسوق جديد ومتعلم جديد، صح هو بيمتلك مهارة السواقة، بس بيكون بكامل وعيه وبيكون متشنج ومراقب المرايا، ويمكن اذا بتعلي المسجله بيطفيها وبيوقف اذا حدا بده يقطع عن بعد 3 امتار، بس مع الممارسه شو بصير؟ بصير مثل شوفير السرفيس، بيحاسب وبيحط غنيه وبيسوق، صار عنده مهاره باللاوعي. فاول نقطه عندنا لحنا بموضوع المهارات او تطوير الذات، انه الشخص يعترف انه انا مو، يعني كلمة إنه أنا ما بعرف هي كلمة أبداً ما نعيب، بالعكس هي أول طريقنا للتعلم، أول طريقنا لأنه لحنا نطور ذاتنا. فكلمة ما بعرف أو أنا بحاجة لهذا الشيء بيخلينا إنه دائماً ندور ونبحث عن المهارة. طبعاً المهارات متعددة، يعني في مهارات شخصية على مستوى الذات، في مهارات تلزمنا هلأ يمكن حنحكي عنها أكثر حياتية، وفي مهارات وظيفية وهي أهم، وفي مهارات مهنية. طبعا المهاره ما بتوقف، يعني انا ممكن انا امتلك هاي المهاره، بس اذا انا ما ضليتني عم جددها واشتغل عليها فهي رح تروح. في مهارات بتروح، ممكن انا اتعلم لغه انجليزي او اتعلم كمبيوتر، بس مثلا يطلع برامج جديده انا ما بعرفها، فانا دائما لازم ضلني اعمل تكرار وضلني ادور، ان كان عن طريق قراءه، عن طريق نت، عن طريق دورات، لطور هاي المهارات. طيب خلينا نحكي، مثل ما قلنا تطوير الذات او اكتساب المهاره يمكن بده وقت، تمام؟ طب. وبده اكيد وجود عوامل مساعده، خلينا نحكي عن اهم هاي العوامل لازم تتوفر. هلا الاهم عوامل هي انه الشخص يكون مثل ما قلت عنده وعي وادراك لذاته. اذا كان احنا بمرحله الطفوله في الحاضنه الصح، الحاضنه الصح اول مرحله بتكون هي العائله، لانه هي البيئه المحيطه. بعد العائله بقى بصير عندنا المدرسه، لأن الطفل بيطلع من نطاق الأهل لنطاق المدرسة،
بعدين بصير في عنا المجتمع بشكل عام. بصير عنا المجتمع بيحضن هاي المواهب، بس أكتر حدا بيشتغل على موهبته أو على مهارته هو نفسي. ليش؟ لأنه أنا أكتر حدا بيعرف شو في عندي ملكات وقديش أنا بقدر طور هاي المهارة. نعم، يعني مثل ما قلتي في كتير مهارات بحاجة للوقت أيضا لتطوير، وفي مهارات ممكن من الصغر نشتغل عليها بدها وقت طويل. خلينا نحكي عن الطرق اللي بتساعد على تطوير الذات أو مهاراتنا وقدراتنا. تمام. هلا اهم 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 شيء نحن دائما بنقول قراءه الكتب، وهن دائما بيقولوا انه شو دخل قراءه الكتب بالمهاره؟ انك تقرا كتاب فانت عم تكتسب اكثر من 10 مهارات، غير انه ما بدي اقول قراءه سريعه او شيء. الخبرات، انت ما فيك ما يكون عندك شيء تقول انا عندي مهاره معينه. فالقراءه كثير مهمه، الاطلاع. يعني في دراسه بتقول اذا انت بتقرا 3 كتب بمجال معين فأنت بتصير من الخمسة الأوائل اللي عندهم خبرة بهذا المجال. فأنت لازم دائما أنه نحن نقرأ، دائما لازم نبحث عن التجدد، دائما لازم نحاول نواكب العصر اللي نحن فيه. يعني أنا ما فيني يكون مثلا من أيام الثمانينات عندي مهارة معينة يمكن بهذا الوقت ما بقت تفيدني وما بقت هي مهارة. فأنا لازم واكب العصر، لازم شوف التطور وامشي معه. فنحن هيك منطور مهاراتنا. أكيد. طبعاً إذا أنا كنت بمجال وظيفي بيهمني، أنا مثلاً إذا أنا عم بشترك بشركة معينة لازم يكون عندي مثلاً إلمام بالكمبيوتر، لازم طور حالي واكتسب هاي المهارة لا تفتح لي أبواب لأني أنا أترقى بوظيفتي، لأني أنا أحصل على مكانة معينة أنا بطمح لها. لأنه المهارة أو تحديد المهارة ما بيجي عبثاً، يعني أنا بحط خطة انه انا بدي، او برنامج انه انا هاي المهاره بدي اوصلها. مثلا انه انا بدي اشطر حدا بالكمبيوتر. طيب اول شيء معناته انا لازم اقرا عن عالم الكمبيوتر، انا لازم ادخل دورات مكتبيه اوفيس، انا لازم اشوف شو في عن التحديثات، لازم اوصل مثلا لسرعه معينه بالكتابه. انا حاطه هذا الهدف، بدي اشتغل ضمن هذا المجال. واللغات، كل لغة جديدة هي بتعطيك أكثر من معرفة، لأنه أنت عم تطلع على معارف بلدان مختلفة. فإذا أنت كنت ما بتمتلك اللغة ما فيك تتعرف. يعني أنا مثلاً لغتي عربية وبعرف كل شيء مهارات موجودة هون، بس يمكن لما أتعلم ألماني، لما أتعلم روسي، لما أتعلم أي لغة جديدة فرح تفتح لي كتير أبواب لأتعرف على مهارات لهدول الدول، بصير عندي مهارات جديدة. تمام سلمى، المعلومات اللي عم تحكيها او المهارات اللي انت عم تنصح المشاهدين فيها اكيد هي مطلوبه كثير بسوق العمل. يمكن اي شخص حابب يتقدم لوظيفه جديده سواء اللغات او الكمبيوتر عم تكون مطلوبه. طب نحن حكينا عن العوامل اللي بتساعد، خلينا نحكي عن العوائق اللي وجدت اليوم بوجه تطوير هاي المهاره. هلا العوائق، اول شغله انه الشخص يعمل لحاله سقف، انه انا هذا سقفي، هاي قدرتي، انا ما فيني اكثر من هيك. هو بيعطي عقله الباطن انه انا ما بقدر اتعلم اكثر من هيك. اثنين، بحس حاله انه انا خلص وصلت، انه انا خلص مكتسب المهاره، فانه هاي التوب ما عاد بدي اكثر. لا، انت دائما لازم تعرف انه انت اذا ما ضليتك تجدد وتمارس وتطلع وتتعلم من غيرك ما رح يمشي الحال. مهاره التواصل، رح نفترض على مهاره التواصل، ما فيني انا اكون عم بحكي عن مهاره معينه انه انا عندي مهاره التواصل بس انا شخص ما بتواصل صح بتصرفاته، يعني يكون انا كلامي عكس تصرفاتي. مثلا انا عملت كورسات كمبيوتر مثل ما قلت، وصلت لمهاره معينه وعملت ستوب، رحت اقدم على شركه فصاروا يسالوني ممكن على برامج جديده انا بحياتي ماني سمعاني عنها. فانا اكيد هلا اذا عم تلاحظوا اي HR بيعملوا السي في غير الدراسة وغير في عندك قسم كامل اسمه انت شو بتمتلك مهارات، هاي اللي بتميز بين متقدم وثاني. يعني انا رايحة اقدم بس والله عندي مهارة الكمبيوتر جيد جدا وغيري ممتاز، فاكيد هو عنده فرصة اكبر مني اذا كان هذا الشغل على الكمبيوتر انه يحصل على هذا الشغل اكثر مني. في شغل احيانا اللي بيطلب يكون انا عندي مرونة، عندي مهارة تفاوض، عندي مهارة تواصل، لأنه كل شيء بهاي الحياة هو مهارة. حتى الاستماع هو مهارة، الكلام مهارة، بس هو بيتبع بعضه. يعني أنا ما فيني يكون عندي
امتلك مهارة التحدث أو الكلام إذا أنا أساساً ما عندي مهارة الاستماع والإنصات؟ تماماً. لأنه إذا أنا ما كان عندي مهارة الاستماع ومهارة الإنصات، مهارة كيف بتكمل مهارة؟ تماماً. كيف أنا بدي أحكي الكلام الصح إذا أنا ماني مستمعة، مو وصلتني الفكرة صح؟ فقديش أنا عندي مهارة معرفة حالي، لأنه مهارة كمان معرفة الذات هي مثل ما قلت تعطيني شو في عندي نقاط قوة، شو عندي نقاط ضعف، شو في عندي بذور أنا لازم نمية، أنا من وين بدي بلش. فلازم يكون عندي مهارة إدراك ذات، عندي مهارة استماع، عندي مهارة تواصل مع نفسي ومع الأشخاص ومع المحيط اللي حوالي، عندي مهارات بتفيدني بالمجتمع وبسوق العمل مثل مهارة التفاوض، مثل ما بيقولوا خارج الصندوق. هاي كلها مهارات. فأنا إذا بدي أعمل استوب ووقف وقول يصير عندي عظمة الأنا، فهاي أكبر يعني من العوائق المهمة اللي بتخليني أنا وقف. مو بس توقف المهارة، مو بس بتوقف، بتنسى يعني بتنسي، بتحسي حالك أنه أنت إذا هلأ أنا بعمل كمبيوتر بتلاقيني بعد سنة ترجعي بتقعديني. أحيانا في أشخاص بتقولك أنه أنا عن جد نسيت، ما بقى لأنه ما بحاجة تنمية وتغذية، تنمية وتغذية وممارسة، دائما في شيء جديد عم يكون. طبعا هلا احنا حتى بمجال التدريب احيانا بنعمل دورات وبنرجع احنا بنحضر دورات جديده وبنفس رفرش. المجال ليش؟ لانه دائما بيكون مستحيل تعيد الشيء وما تكتسب شيء جديد. بتلقط مثلا من المدرب تمارين معينه، مهارات جديده، بس انا ما فيني اقول والله انه انا خلص مدربه ما لازم احضر عند مدربين غيري. لا بالعكس، لا انا لازم زود مهاراتي واحضر عند غيري واكسب مهارات. اكيد يعني دائما كل يوم بيمرق معنا كثير مواقف وكثير قصص هي ممكن تعطينا معلومات وتعطينا كثير قصص بحياتنا نستفيد منها. بدنا نشكر وجودك معنا على كل هاي النصائح اللي اعطيتينا اياها، ان شاء الله تكون خطوه ممكن حدا يستفيد منها لطريق يبداوا فيه بتطوير ذاتهم وما نضل واقفين مثل ما قلتي بمطرحنا. شكرا لك كثير. أكيد شكرا كثير إليك، وطبيعة الإنسان دائما هو بحب التجديد وهو طموح. شكرا كثير إليك ولكل المعلومات القيمة يلي قدمتي لنا إياها. أما سلمى فهلأ صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا هلا العلي. صباح الخير هلا. صباح النور. موجز لأهم وآخر الأنباء بعد الفاصل. موجز العاشرة صباحا من دمشق، أهلا بكم. أفاد مصدر عسكري بأنه حوالي الساعة 11:30 من ليل أمس السبت أقدم طيران التحالف الأمريكي على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية لقواتنا العاملة في منطقة السكرية غرب البوكمال، مما أدى إلى تدمير المدفع وجرح جنديين. ونبقى في الشأن الميداني، حيث ردت وحدات الجيش على خروقات مجموعات إرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد برمايات مركزة بالأسلحة المناسبة على محاور تسللها ونقاط تحصنها في محيط عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالية. ونفذت وحدة من الجيش رماية مركزة على مواقع ونقاط تحصن إرهابيين مما يسمى الحزب التركستاني في قرية السرمانية بريف حماة الشمالية الغربي، ردا على خروقاتهم ومحاولات تسلل مجموعات منهم باتجاه المناطق الأمنة. وفي الريف الشمالي أيضا أحبطت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور بلدة حويز وباب الطاقة باتجاه نقاط الجيش في سهل الغاب، موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب. رأت روسيا أن واشنطن وجهت ضربة مدمرة جديدة لنظام الرقابة على التسلح بتعليقها الالتزام بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع روسيا عام 1987. وقالت الخارجية الروسية أن موسكو قامت بكل ما يمكن للحفاظ على المعاهدة، وهي الآن وفي ظل التهديدات الجديدة التي تصنعها واشنطن تحتفظ بحق التصرف بشكل مماثل فيما
يخص بتطوير وإنتاج ونشر مثل هذه الصواريخ. واعتبرت الوزارة أن واشنطن وجهت ضربة مدمرة جديدة لنظام الرقابة على التسلح بتعليقها الالتزام بمعاهدة الصواريخ، موضحة أن موسكو منفتحة على الحوار البناء مع واشنطن في حال أعادت الأخيرة النظر في نهجها الهدام والتزمت بالمعاهدة. قال مركز القدس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول عام 2017 أكثر من 350 فلسطينيا. وأفاد المركز المختص بالشأن الفلسطيني بأن عدد الشهداء منذ إعلان ترامب وصل إلى 372 شهيدا في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم 78 طفلا و11 سيدة وستة شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي خبرنا الأخير، تظاهر الآلاف من الفنزويليين دعما للرئيس نيكولاس مادورو، وخرج المتظاهرون إحياء للذكرى 20 للثورة البوليفارية ولتجديد دعمهم لمادورو، حيث تجمعوا في جادة بوليفار وسط العاصمة منددين بالعقوبات الأمريكية والتدخلات التي تهدف إلى انقلاب على شرعية في بلادهم. من جهته أعلن الرئيس مادورو عن استعداده لدعم مبادرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد. هذا الموجز انتهى. عودة إلى الزميلات في استوديو صباحنا غير. شكرا لك. هلا اكيد مكفايين ببرنامج صباحنا غير. وسلمى لوين رايحين هلا؟ رح نروح لمساحه يمكن بتهم كثير عالم ودائما بتكون حاضره بصباحنا غير. لليوم كثار مننا بيلاقوا في شخصيات سلبيه بتخلق جو من السلبيه من خلال احاديثها مواضيعها يلي بتطرحها، وبالتالي بتاثر عليهم. وبنفس الوقت بنلاقي اشخاص عم بيشعوا طاقه ايجابيه بالمكان من خلال كمان الاحاديث والتفكير البعد عن التفكير السلبي. لنحكي اكثر عن هذه الشخصيات. معنا لليوم خبيره الطاقه غاليه بغدادي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك حبيبتي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك وصباح الايجابيه حبيبتي. خلينا نبلش اليوم بمواصفات هاي الشخصيه السلبيه يلي للاسف كثير صايره متواجده حوالينا وبكثره. اكيد طبعا. هلا للاسف نحن على طول بنفكر بالسلبيه قبل الايجابيه باي شيء بدنا نعمله. يعني حتى اذا بدنا نطلع مشوار على طول بنفكر هلا ما رح ننبسط او شيء، فصار من طبعا على طول نفكر بالطاقه السلبيه حتى نجذبها. لان هلا على طول مواصفات الشخص السلبي بتحسيه على طول ما بيعجبه شيء، يعني عنده مثل ما بيقولوا على طول انه ما رح يزبط شيء معي، ما رح انبسط، ما لي سعيد على طول، حتى بينقض حاله. وبنفس الوقت كمان بيشوف الشيء الحلو اللي عند الناس الثانيه، يعني على طول ما بتعجبه، ما بيشوف النص المليان من الكاسه الموجود عنده، بيشوف النص الفاضي فقط. فهذا بطبعه هو شخص كتير سلبي. هلا بدنا نحكي كمان شغله، انه هو الشخص السلبي لما بيكون هو الفاظه سلبيه، حتى نظره عينه سلبيه للامور كلها، بتحسي هو وين ما دخل او وين ما سلبيه تماما، فهو بيشع يعني سلبيه، فبيوجه الطاقه السلبيه على كل شيء موجودين. مشان هيك احيانا نحن بنكون قاعدين او متواجدين بمكان بتقولي كنت كتير مرتاحه بس ما بعرف شو صار لي، تعبت فجاه، بيكون حدا مثلا فات جديد او شيء بيعمل تعب. واحيانا بتكوني انت تعبانه بفوت حدا بيعطيكي طاقه ايجابيه، بتحسي حالك بنفس الوقت تنشطي. فقديش الطاقه ان كانت ايجابيه او سلبيه مهمه. طيب هون غاليه مو لازم نحكي بقى ونعرف شوي مين هو الشخص السلبي، يعني مواصفات هي الشخصيه السلبيه لحتى نعرفها ونبتعد عنها قدر المستطاع. تماما. هلا في اشخاص، هو يعني في نوعيتين من الاشخاص. هلا في اشخاص بيكون كثير ايجابي بس بيصير معه شيء معين بيصير شوي سلبي بنهار، ممكن تلاقيه معصب، ممكن تلاقيه عم بيحكي كلمات سلبيه لمده ثواني وبعدها خلص يعني بيرجع تمام بيروق. هذا ما فيني اقول عليه انه شخص سلبي ابدا، هو موقف صار معه اضطروا لهذا الامر. بس في اشخاص بتحسيهم هن طبعهم سلبيين، يعني شو ما عملتي معهم بيضل ما عاجبهم على طول بيحكوا الكلمات السلبيه، بتحسي هو شخص ما عنده هدف
ما عنده طموح، عنده الخمول على طول، بده أي شيء يصل هو لعنده بدون حتى ما يتعب يعني. في كتار منهم تماما يعني بتحسي إنه على طول ما إنه هو ما بيشتغل شيء يعني ما بيتعب على حاله وما بيجتهد على حاله، بس بنفس الوقت مثلا عينه على سلمى إنه إيه ليه سلمى عم تطلع؟ ليه سلمى هيك؟ هي أنا طب أنت شو عملت؟ أنت عملت مثل سلمى لحتى تقارن حالك بسلمى؟ أكيد لا. فهدول الأشخاص على طول بحد ذاتهم بتحسيهم أشخاص سلبيين، حتى إذا كنتي أنت قاعدة عم تطرحي معهم اي موضوع فورا بيجاوبوكي ايه لا كثير تنبسطي لسه جايه الخير بكره حتشوفي بكره، فورا بحاكوكي بالطريقه السلبيه سلبية. ليش؟ حتى يخلوا هي الطاقه الحلوه اللي عندك تنزل. هلا هو اكيد لغاية لانه هو بما انه سلبي فبحب كل الاشخاص تكون قدامه سلبيه وما حدا يحكي ابدا ايجابي، فكتير بينزعج لما بيلاقيكي انت مبسوطه وعم تحكي انه ليش مبسوطه؟ تعي لقلك فورا بدي لاقي لك شغله انا سلبيه حتى انشر السلبيه بالمكان، وهذا بالفعل شيء كتير متعب وبالفعل مثل ما حكيتوا انه كتير كترام بيوقفنا اكيد بيستنزف الطاقه. وفي شيء تاني اسمه مص للطاقه، يعني بعد ما استنزف مص هي الطاقه اللي عندك غاليه. مثل ما بنعرف يعني الاشخاص فينا نسميهم نكديين، يمكن الاشخاص بتقول له انا بدي اسوي هي الشغله، سلمى بيقول لك لو دائما في لو انه سوي هيك، بس انه لو دائما في يمكن تنقيص من قيمه الشغله. ولنفرض في اشخاص سلبيين ولكن بيهمونا، كيف نحن ممكن نتعامل معهم؟ يمكن نخفف من سلبيتهم او نحولهم شوي هيك لاشخاص ايجابيين بالحياه. تماما. هلا اهم شغله نحن عند الشخص السلبي ما فيك تقولي له حاجه مثلا ليش كل حكيك سلبي انت سلبي او تنقديه كثير، هون بتعملي له نوع من النفور تمام، وما فينه بقى يتقبل منك ولا نصيحه، وبالعكس بتزيد عنده الحاله يمكن بالك ايه انا سلبي انا سلبي. تماما يعني بتزيد عنده الحاله مو لشيء معين بس للمجاكره يعني بتصير عنده هي القصه. فنحن لازم ننصحه بطريقه كثير حلوه وهي انه انت ليه هيك مثلا شايف الحياه من هاي الناحيه؟ طب تعال اقول لك، تعال امشي انا وياك خطوه بخطوه، نفكر بهدف معين، شو رايك انا بعمل هيك انت بتعمل هيك لنشوف مين بيصل قبل. يعني هذا الشخص بدك تحمسيه بطريقه بدون ما تحسسيه اني انا مثلا بدي ساعدك، لانه ما بيتقبل المساعده لانه هو بنظره هو شخص كامل تمام، فهو ما بيتقبل النصيحه انه هيك تنصحي، لا على طول بدك تحطيه بموقف منافسه انه انت فيك تعمل هيك طب وانا فيني، طب تعال نجرب تعال نشوف، طب انت شو هدفك؟ يعني ترسمي له صوره وكانه انت ما عم بتساعدي، لا انت عم تحكي شيء عن حالك وعم تسالي او من باب انك انت عم تاخدي رايه. هيك اشخاص كثير بهمهم انك انت تاخدي رايهم، ليش؟ لانه هو مثلا شخص سلبي بيكون اي شخص عنده السلبيه القويه أساسا هو بيكون عدم الثقة بنفس، يعني ثقته بنفسه بتكون كتير قليلة أو متواضعة. نعم، تقدير الذاتي يمكن. تماما. فهذا الموضوع بالذات بيكون هو على طول بشان ما يحكي عن حاله لأنه ما عنده شيء بيلاقي هو عن حاله يحكي، فبصير بينقض الأشخاص أو بيحكي بطريقة سلبية عن حاله أو حتى عن الموجودين. فأنا لما بدي حمس هذا الشخص بدي حكيه بطريقة إيجابية بس مو موجهة لإله إنه أنت سلبي لازم تتغير، لا بدك تحكيه بطريقة إنه شو رأيك نعمل هيك، شو رأيك إذا عملنا هيك أفضل، إذا سوينا هيك أحسن. هون أنت فورا بتكسري هذا الحاجز الموجود وبيصير عنده الدافع أو الهدف، وكأنه أنت عم تفتحي له باب جديد بدون ما هو ينتبه أو بدون ما حتى تزعجي بالكلام، بس أنت عم تفتحي له باب جديد لحتى يشوف الأولويات بحياته ويكون عنده كتير أهداف يمشي فيها خطوة بخطوة. أكيد. كمان غالية بعض الأحيان الأشخاص الإيجابيين من كثرة تعاملهم مع أشخاص سلبيين محاولتهم إعطائهم طاقة من خلال تصرفات أو تشجيعهم بيمروا بفترة بحسوا أنه هن صاروا سلبيين، يعني بحسوا أنه هن مصوا هي الطاقة السلبية برغم أنهم عم بيحاولوا يساعدوا الآخر. صحيح. كيف أنا بقدر امنح ايجابيه للي قدامي بنفس الوقت حافظ على قوتي مثل ما بيقولوا؟ تماما. هلا بدي اعطي انا على طول ايجابيه وبدي اكون كثير شخص ايجابي، بس بنفس الوقت انا بدي احمي حالي، مو معقول تكون مثل ما حكيت انه انا تكون طاقتي مستنزفه، يعني انا ضل احكي بالايجابيه وساعد وحمس، طب وانا شو؟ هلا اهم شغله التنظيف، لما انت بتكوني قاعده مع اشخاص كتير سلبيين كيف انت بدك ترجعي تنظفي حالك؟ اول شغله انا بحكيها حمام الملح يلي كتير بحكي عنه، يلي هو كتير مهم انك تعملي دوشك العادي بعدين تاخدي كمشه ملح تدلكي فيها جسمك وتقولي النيه، يعني بعلم الطاقه على طول عنا النيه تسبق اي عمل، بتقولي على نيه تكسير كل شيء طاقات سلبيه، هذا تنظيف للهاله، وبعدها بتكتي مي عاديه بس تطلع تحسي حالك كتير خفيفه، هذا نوع من التنظيف حتى من تنظيف الطاقات السلبيه اللي انت بتاخديها طول النهار. انا مشان هيك بقول الاطباء او حتى اللي بيشوفوا أشخاص كتير بفوتوا على كتير أماكن سلبيين لازم يومياً يعملوا حمام الملح أو مرة بالأسبوع.
الشيء الثاني يلي انا لازم احمي فيه حالي وحكيته كثير قبل وقتها، انك انت على طول لما بتحسي حالك انه في شخص قاعد امامك وعم بيوجه لك حصرا الكلمات السلبيه يعني إليك. تماما لينزل من الطاقه اللي عندك، انت فورا بدك تغلقي الهاله عندك. مجرد ما اغلقتي الهاله عندك صار ما عاد صارت الطاقه عندك مستنزفه، او ما عاد يقدر يمص الطاقه عندك او ينزل. بتحسي حالك بتسمعي بتنزعجي يمكن لمده دقائق بس بتمشي. طريقه تسكير الهاله يا بنتكتف بنسكر الهاله عنا، او مثل ما عنا عاملين بنلف رجل على رجل، او اذا كنتي واقفه وما فيك تعملي هالحركات بندخل باهم اليد للداخل ومنأغلق. هي شغلة من الشغلات اللي كتير مهمة. انت سكرتي الهالة عندك ما عاد كتير تأثرتي بالشخص السلبي اللي واقف قدامك. الشيء الثاني يلي لازم نحن نعمله كمان، ما كتير نركز بالأشخاص السلبيين، يعني هو مثلا عم بينقد ينقد ينقد، انا ما كتير ركز السمع، يعني يكون كتير عم بسمعه صح. هون بتصير مجرد ما انت مركزة معه انت هون اي كلام سلبي تركز بالعقل الباطن فورا. وحتى نظرة العين كمان انا ما فيني كتير دقق فيه اذا هو عم بيحكي بطريقه كتير سلبيه، حتى انا ضل عم بحمي حالي. الشيء اللي كمان بحب اقوله انه الاحجار الكريمه، لما انا بحمي الحجر بيناسبني. الحجر هو اكيد نحن ما بنتمسك فيه كتير مثل ما مثلا نعتبره تميمه انه ولي اذا ضاع يعني حتصير كارثه، اكيد لا، بس هي الحجر الكريم على طول هو حجر طبيعي. يعني ليش بحكي على الاحجار؟ لانه هو حجر طبيعي، هو بمص الطاقه السلبيه الموجهه من شخص لشخص ثاني. او اذا انت عندك طاقه سلبيه او عندك طاقه مرض، مجرد ما حملتي حجر كريم بمص الحجر. بس اكيد مثل العاده لازم الحجر حتى ننظفه كل فتره وفتره حتى يضل عم يعطينا هالفعاليه تبعه. اكيد يعني معلومات كثير اليوم، ان شاء الله نرمين الكل يكون استفاد منها. الله يبعد عنا الشخصيات السلبيه، خلينا على طول بجو ايجابي. شكرا كثير لك حبيبتي، تسلمي لي. شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها حبيبتي. اما سلمى، محطتنا الصباحيه وصلت لنهايتها، بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف كله ايجابيه واحلام محققه، واكيد لك المشاهدي الاخباريه السوريه نحن مكفيين معكم على مدار الساعه. نلاقيكم بكره بتمام التاسعة صباحا، تبقوا بألف خير. باي باي، نهارك سعيد نرمين، نهار سعيد لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. لكل يلي ما قدر يحضر حلقتنا اليوم بيقدر يتابعها بالاعاده الساعه 1 بالليل. راسلونا على صفحه الاخباريه على الفيسبوك او صباحنا غير. تبقوا بألف خير. باي باي.